اليوم أصطحبكم في مغامرة جديدة لاستكشاف محمية طبيعية تعد موطن غابات كلوكيك المعلقة. إنها حديقة ماتشخل الوطنية التي تقع جنوب أجرة في وادي ماتشخلس تقال. تضم هذه الحديقة عدداً من الأنهار والجسور والشلالات والمطاعم الصغيرة على جانب النهر. تقع ماتشخل على بعد 39 كيلومتراً تقريباً عن باتومي، كما تبعد عن شلال مخونسيتي المسافة ذاتها. احنا هالآن جايين من باتومي باتجاه ماتشخل، جينا من باتومي من هذا الطريق وراح نمشي بهذا الطريق، نضلنا مكملين لغاية ما نروح على السايد الثاني. هناك حتكون حديقة ماتشخل أو محمية ماتشخل اللي راح نشوفها مع بعض هالآن على الجهة الثانية من النهر. فمن بعد نقطة التقاء النهرين سنجد مفترق طرق، طريق يكمل للأمام باتجاه شلال مخونسيتي، وطريق يتجه في المفرق إلى اليمين من عند الكنيسة ويعبر الجسر لنتابع من خلاله إلى ماتشخل. وها نحن الآن نسلك الطريق الفرعي على اليمين ونعبر الجسر باتجاه ماتشخل. في طريقنا سنجد عدة لافتات أو إشارات طرقية تدلنا على الطريق. هو طريق رئيسي واحد لا فروع فيه، وسنعبر عدة جسور حديدية من ضفة إلى أخرى فوق نهر ماخو إلى أن نصل إلى مبتغانا. وهناك على الطريق سنجد العديد من الاستراحات والمطاعم الصغيرة على جانب النهر. احنا هالآن مستمرين في الصعود للأعلى، كنا فوق ونزلنا وهلأ الطريق يستمر. تضم هذه الحديقة عدة ارتفاعات يتنوع ارتفاعها ما بين 600 إلى أكثر من 2000 متر فوق سطح البحر، وهي جزء هام من السياحة الطبيعية والبيئية، وقد تم إنشاؤها في العام 2012 على مساحة تبلغ 8733 هكتاراً. وتتميز هذه الحديقة بغناها بأشجار الكستناء والبندق والجوز الجورجي. طبعاً بمحاذاة النهر إحنا ماشيين، شايفين؟ نتابع الطريق صعوداً بين الأشجار إلى أن نصل إلى الجسر الحجري، جسر تخملارا. إحنا هلأ وصلنا عند الجسر، وعند الجسر الحجري والثاني اللي هو الحديد، عشان ننطلق باتجاه الشلال. إحنا ما زلنا في منطقة ماتشخل. شوفوا الطبيعة ما أجملها، وهي أولادي مبسوطين. يقع هذا الجسر فوق نهر ماخو على بعد 7 إلى 8 كيلومترات من قرية أجرت قالي، ويبلغ ارتفاعه عن سطح الماء 5 أمتار و30 سنتيمترا، أما طوله فيبلغ تقريبا 20 مترا بعرض 1.6 إلى مترين تقريبا، وقد بني من الأحجار الطبيعية القديمة حيث يعود إنشاؤه إلى القرنين 11 و13 الميلادي، وقد أعيد بناؤه في العام 2008 و2012 ميلادي. وبجانب الجسر الحجري هذا يوجد جسر حديدي عريض يوصل إلى الضفة الثانية، لكننا لن نعبر هذا الجسر بل سنتابع طريقنا للأمام باتجاه أحد شلالات هذه المنطقة، ونستعين باللافتات الطرقية حتى نصل إليه. هلا حنكمل هيك باتجاه الشلال. وهنا تشير آخر لافتة إلى أن الشلال على بعد 50 متر من الآن، ومن بعد هذه اللافتة سنتجه نزولاً حتى نصل إلى الشلال. هالآن حنبدأ ننزل بنزول بعد ما كل الطريق كنا طالعين طلول. وهيو هان هذا الشلال. طبعاً وين بدنا نصف؟ خلينا نصف هون. أخيراً وصلنا هذا الشلال، شلال شخوتونيتي.
اخيرا وصلنا الشلال، البرد شديد جدا جدا جدا، اصابيعي طاروا من البرد. تعالوا وبردوا وشوفوا ما اجمل المكان. يتميز هذا الشلال بصخوره الضخمة ومياهه الشفافة. اللوحات الطرقية التي صادفناها على الطريق تسميه تشخوتونيتي، لكنه مثبت في الجوجل ماب باسم كاريمانا ووترفول أو بالجورجية كاريمانا سجانشكيري. يقع هذا الشلال في قرية كفيدا تشخوتونيتي التي ترتفع عن سطح البحر قرابة 600 متر، وهو أحد الشلالات الهامة التي تضمها محمية ماتشاخيلا، ويقصده بشكل رئيسي السواح الأجانب الروس والغرب. وعند هذا الشلال القريب من الحدود التركية تنتهي رحلتنا القصيرة في استكشاف جزء صغير من محمية ماتشاخيلا. وإلى أن ألقاكم في أمان الله.